شكلت التظاهرات العراقية المستمرة والتي انطلقت في بغداد والعديد من المحافظات في الأول من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي مفاجأة للجميع من حيث أعداد المتظاهرين ونوعية المطالب والفئات العمرية المشاركة فيها. ومع وصولها لأكثر من 100 يوم على انطلاقتها، خرج العراقيون اليوم وهم على نسق واحد من الروح الوطنية ليجددوا المواقف التي لن يستطيع التاريخ أن يحصيها. أنا أشوف الأيام اللي فاتت شيء واليوم اللي يصير شيء ثاني. ربما البعض أصاب الإحباط، تغير مناخي، هذا خلي أيضا بالحسبان، لكن الدعوات اللي صارت خلال الأسبوع الماضي التحشيد لليوم أشوفها إيجابية، وما زالت الناس تؤمن بشيء اسمه تظاهرات. الأيام القادمة هي اللي راح تقرر إذا ما كانت هذه التظاهرات ناجحة أم لا. بكل الأحوال هي ناجحة، إذا لم تكن على المستوى السياسي فأكيد على المستوى الاجتماعي. البرلمان هو المعني الأول بتظاهرات اليوم، هاي وجهة نظري الشخصية. أشوف أن البرلمان هو المعني، كونه هو صوت الشارع، المفروض هو صوت الشارع، لذلك لازم يأخذ المطالبات الشعبية على محمل الجد. علي وكاظم إخوة من بغداد دأبوا على إعداد 3 وجبات للمتظاهرين يومياً بمساعدة أصدقائهم في خيمتهم الصغيرة التي نصبوها في نفق ساحة التحرير منذ بدء الاعتصامات في 25 من أكتوبر الماضي وحتى حديثهم لنا اليوم. أنا هنا اختصاصة طبخ مرقة، وعلى صديقي اختصاصة تمن، وعندنا كاظم اختصاص هاي الحبشكلات، هاي السوالف، هاي بالنسبة للغدا، وبالنسبة للعشاء يجي الثرم، يجي الكباب عروق أو نسوي فلافل. الحمد لله وشكر الدعم مستمر موجود، وفضل الله أهل البيت إنه يشتغل مستمرين إن شاء الله. الآخر برلماني باقي بالعراق إلا يطلع، يلا نسحب من هنا موجود برلماني واحد ماكو سحاب. بلشنا منها من يوم 25، أي والله وفقنا شوية شوية لحد ما صار هاي الخيمة هاي تشوفوها قبالكم، ويوميا نسوي غدا، شوف قيمة بامية، واللي العشاء كباب عروق او فلافل، عاد تساهل يم والله. لم تنفع كل المحاولات التي استهدفت التظاهرات وحاولت تفكيكها او الاساءة اليها بحسب مراقبين عازين الامر لتكاتل ابناء العراق وتمسكهم بروح السلمية التي شكلت النسق الأهم لدى الشباب العراقي المحتج، والذي يختم اليوم مليونية جديدة متحديا كل الظروف، وليبقى مرددا شعاره الأبرز نريد وطن. من بغداد محي الأنصاري، MBC عراق.